تانغاويزي. السامع لهذه المفردة سيتساءل ما هو التانغاويزي؟ هي ببساطة قهوة الحاج صالح المتفردة بمذاقها الخاص منذ عشرات السنين في مقهى الكائن في وسط مدينة المكلا. كاميرا قناة حضرموت أخذت جولة لتوثق سر هذه القهوة ومن أين أتى بها الحاج صالح. متابعة طيبة وجولة من الروقان مع قهوة التانغاويزي. في مقهاه المتواضع يقضي الحاج صالح القيسي قرابة 7 ساعات لإعداد وتحضير الشاي والقهوة للكثيرين من عشاقها في وسط مدينة المكلا. الحاج صالح لم تثنيه مشقة العمل ووقوفه الدائم في تقديم تلك المشروبات الساخنة، خاصة القهوة المسمى بالتانغاويزي أو التانغا، ذات الطعم اللذيذ والرائحة الزكية ومكوناتها المختلفة. كيف لا، وهي خبرة ورثها عن آبائه وأجداده منذ سنوات طويلة. وهذه الخبرة خدناها من آبائنا وأجدادنا، ميات هذا نقلوها من تنزانيا إلى هنا. هي قهوة عظمية خدوها من هناك، لكن هي من أول نعملها نحن، بس ما هيك ما هناك يعني مكوناتها المكسرات، يعني من هنا المكسرات هناك سكر رقم يعملونه برا هناك. نعمل هي يعني نعملها السكر احمر مع المكونات مع المكسرات مع اليليل مع اللوز، اقولك مع هذا القرفه والهيل اشياء اقول ذاك كثير يعني لها. لا تكتفي بشرب كاس او كاسين من تلك القهوه هنا، فالرواد من الشخصيات الاجتماعيه والاساتذه والاهالي عموما ياتون من كل مكان للالتقاء وجها لوجه لارتشاف تانغا العم صالح. ما شاء الله تبارك الله، هذه القهوة مميزة حق الأخ صالح هذا. نحن كل بعد المغرب يوميا باستمرار نجي نعبي الدبة هذه، ونروح بقى نحن ومجموعة من الأصدقاء على الساحل. طبخة ما شاء الله مميزة، بعض الأوقات ما نحصل شيء نهائيا قهوة عنده، نقعد ساعة كاملة منتظرين. بعد ما نجي من عمان إلى هنا قبل أوقات فراغ ولا ساعتين زمن في هذا المكان، وهذه مكان شعبي يعني تولّه فيه نحن وأصدقائنا هذول لغرض الراحة، بس نقضي كم ساعات لغرض الراحة. الفوائد الصحية جمة في هذه القهوة نظرا لاحتوائها على تلك المكونات، فالحاج صالح لم يكتفي بإعدادها فقط، فكل المشروبات الساخنة تجدها خيار متاح أمام رواد هذا المقهى، والتانغا ذات السعر المناسب هي سر شهرته لدى الأوساط المحلية. الآن نحن فترة طويلة بعد ما راح وأبانا وقفت بقى، لكن نحن عادينا عاداتنا عقول داك وتكون إن شاء الله مستمرين فيها. إذا حتى عندي الشاهي، عندي الحومري، عندي النعناع، فهمت، وعندي القهوة المزغول، وعندي الشاهي اللبن أحمر، في كل الأنواع أقولك اللي ما نخلي المواطن يروح، كله متوفر عندي. أي حاجة يطلبه حمر قهوة موجود عندي. تعد المقاهي الشعبية بحضرموت نواد سياسية واجتماعية ومنابر إعلامية تتيح للكثيرين الترويح عن أنفسهم والتسلية ومتابعة الأخبار المحلية في البلاد.